قضية أراكان التي ظلت إلى يومنا هذا وهي مغيبة تماما، لا يكاد الكثير يعرف عنها. أراكان كانت مملكة إسلامية نحن حكمناها حوالي 4 قرون، حكمناها حكم إسلامي، تعاقبنا 48 ملك مسلم تعاقبنا على حكمها. عملتنا عملة أراكان مكتوبين فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي. كانت آخر مملكة إسلامية، آخر دولة إسلامية من الشرق، بعدها كلها ميانمار، قبلة البوذيين، لاوس، سريلانكا، تايلاند، خليج البنغال. أراكان هي منطقة منفصلة ومفصولة طبيعيا، محاصرة طبيعيا من جبال هيمالايا في الشمال ومن الغرب خليج البنغال، إضافة إلى الحصار الإعلامي الخانق الذي فرضته حكومة بورو وحكومة ميانمار من أكثر من 70 سنة. قضيتنا انطلقت من عام 42 تزامنا مع قضية فلسطين. حينما انطلقت قضيتنا في الوهلة الأولى عام 42، غابت قضيتنا بين اهتمام العالم الإسلامي بقضية القدس، وقضية القدس هي قضيتنا من الدرجة الأولى لأنها قضية القدس، قضية المسلمين، ولكنها غابت لأننا آخر دولة ليست عربية، والبعد الجغرافي بيننا وبين العالم الإسلامي. الآن في عام 2012 لما اندلعت الأزمة الأخيرة، مجزرة في كل 10 سنوات تصفية وإبادة شاملة للعرقية الروهنجية المسلمة، وهي عرقية وحيدة مسلمة من بين 136 عرقية تتكون منها ميانمار بورما حاليا. عرقية الروهنجية هي التي كانت تملك مملكة أراكان.